الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا دكتورة زينب هديكم النص الاولاني من مادة التأمين باللغة الانجليزية. هو انا هديكم يا دوبك 3 شباتر على قد الـ3 محاضرات. الشابتر الاول بيتكلم عن الخطر، لان احنا بنأمن من ايه؟ المادة اسمها تأمين، احنا بنأمن من خطر، فيبقى لازم الاول اقول لكم يعني ايه خطر. فبنديكم تعريف الخطر، بنديكم تعريف مسببات الخطر والعوامل اللي بتزيد من الخطر واللي بتسبب زيادة في احتمال وحجم الخسارة المتوقع. بعد كده عندنا في تقسيمات الاخطار، اهم تقسيمين احنا عايزينهم لان هم دول اللي بيهمونا في التأمين، الفاينانشال والنون فاينانشال، اللي هي الخطر المالي والخطر الغير مالي. نتعامل دايما مع الخطر المالي، بيكون نتائجه خسارة مالية شركة التأمين تقدر تقيسها وتعوض عنها. والتصنيف الثاني اللي هو البيول سبيكيوليتيف ريسكس، اللي هي الأخطار البحتة والأخطار المضاربة. أخطار المضاربة الإنسان بينشئها بنفسه لغاية تحقيق ربح وقد تحقق خسارة، بينما الأخطار البحتة اللي هي البيول هي بيكون ناتجها خسارة فقط، وبالتالي هي دي اللي بنتعامل معاها في التأمين. وبنقسم الأخطار البحتة دي إلى 3 أنواع: أخطاء أشخاص، أخطاء ممتلكات، أخطاء مسؤولية مدنية. من اسمها كده أخطاء أشخاص، يعني بيكون الخسارة بتاعة الفرد نفسه اللي هي الوفاة أو المرض أو العجز، أو الخسارة المالية إن هو يفقد دخله كده، زي الإيه؟ خطأ التقاعد، بلوغ سن المعاش. أخطاء الممتلكات وتتعلق بالممتلكات، حريق، سرقة، سطو، كل ده. أخطاء المسؤولية المدنية، أي شخص أحدث تلف في ممتلكات الغير أو أصاب الغير بأي ضرر هو مسؤول أمام القانون إنه يعوض الغير، اللي هي أخطاء المسؤولية المدنية اللي هي liability risks. ندخل بقى على الفصل الثاني، نبتدي نشوف ازاي ندير الخطر. فبنعرف يعني ايه ادارة خطر، وبعد كده بنشوف ايه هي الفرق بين ادارة الخطر وادارة التأمين، ونوصل بعد كده الى الوسائل بتاعة ادارة الخطر. هما نوعين اساسيين، يا اما ريسك ريدكشن يا اما ريسك فاينانس. ريسك ريدكشن اللي هو تخفيض الخطر عن طريق ان احنا نتجنب الخطر ده، اللي هو ريسك افويدنس، او الوسائل بتاعه الوقايه والمنع اللي هي اللوس بريفنشن، اللي بتقلل من احتمال وحجم الخساره المتوقعه. اما ريسك فاينانس فهو نوعين، يا اما سيلف انشورنس اللي هو التامين الذاتي، يا اما الريسك ترانسفير اللي هو نقل الخطر، ايا كان هنقله لشركه التامين او اي حد تاني هو يتحمل الخسارة بدل من المؤمن له. أما المؤمن له بيتحمل مبلغ صغير في التأمين وبنسميه قسط الخطأ. طيب الفصل الثالث بنتكلم فيه عن التأمين كأحد أنواع وسائل إدارة الخطأ. فبنقول عندنا التأمين، بنتعرف على يعني إيه تأمين من وجهة نظر الفرد ومن وجهة نظر المجتمع. وبعدين ندخل بعد كده على ايه هي شروط الخطأ القابل للتأمين، ان هو يكون توفر عدد كبير من الوحدات معرضة للخطأ، وما تكونش الخسارة اللي هتنتج خسارة كارثية، يعني تتحقق لعدد كبير من الوحدات المعرضة للخطأ في نفس الوقت، ويكون الخطأ محتمل الحدوث، ما يكونش مؤكد ولا مستحيل، وان تكون الخسارة الناتجة عنه خسارة مالية عشان نقدر نقيسها وشركة التأمين تقدر تعوض عنها. والفيزابيلتي ستادي، الفيزابيلتي ايكونوميك اللي هي الجدوى الاقتصادية، اللي هي ان يكون قسط التأمين اقل من قيمة الخسارة المتوقع حدوثها. وبعد كده بنقول يعني ايه تأمين ذاتي، ان الشخص ده بيتحمل الخطأ بنفسه، يتحمل النتائج المترتبة عليه، الخسارة الناتجة عنه. وبعد ما نعرف يعني ايه
تأمين ذاتي، نعرف ايه شروط التأمين الذاتي، لان مش اي واحدة تتبع اسلوب التأمين الذاتي. لازم يتوفر فيها عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر، ولازم تكون الوحدات دي منتشرة جغرافيا، ما تكونش مركزة جغرافيا، وان يكون عندنا في اموال كافية للصندوق التأمين الذاتي ده، بمعنى ان احنا لازم نكون احتياطي مالي من ايرادات الشركة عشان نقابل بيها الخسائر المتوقعة. واخر شرط ان احنا نستثمر هذه الاموال في استثمارات قصيرة الاجل، بحيث من السهل ان احنا نحولها الى سيولة بسرعة، ونعوض عن الخسارة اللي حدثت لأحد وحدات المنشأة. هنتكلم في الكلام ده كله من خلال 3 محاضرات. المحاضرة الأولى هنتكلم فيها عن الخطر، زي ما قلت لكم الخطر ومسبب الخطر والعوامل المزيدة للخطر اللي الهازارد وتقسيمات الخطأ المختلفة. عندنا 5 أنواع من التقسيمات. نيجي في المحاضرة الثانية نتكلم عن إدارة الخطأ، تعريفها برضه، وبعدين إيه هي وسائل إدارة الخطأ، والخطوات اللي تتم فيها إدارة الخطأ، اللي هي نحدد الهدف من إدارة الخطأ إن احنا نحافظ على استمرارية المنشأة من خلال الحفاظ على ممتلكات المنشأة المادية والبشرية. وتاني حاجة ان احنا نحدد الاخطاء اللي بتقابلها المنشأة، نبتدي نقيم هذه الاخطاء، يعني نحدد حجم الخسارة المتوقعة الناتجة عنها. هنحدد بعد كده وسائل ادارة الخطأ المختلفة، نختار الوسيلة المناسبة، نبتدي ننفذها. اخر حاجة المتابعة والتقييم، نقيم الكلام اتعمل كويس ولا لا، وحقق الهدف منه ولا لا. المحاضرة الثالثة هنتكلم فيها عن التأمين، يعني ايه تأمين، ايه هي شروط الخطر قابل التأمين، يعني ايه تأمين ذاتي، ايه هي شروط التأمين الذاتي. وشكرا. النهارده ان شاء الله عندنا اخر محاضرة لينا، وهي الخاصة بالتأمين اللي هو insurance. التأمين ده أحد وسائل إدارة الخطر، اللي هو نقل الخطر إلى شركة التأمين، والمؤمن له يدفع القسط لشركة التأمين، وشركة التأمين لما تحصل الخطر المغطى في الوثيقة بتديله مبلغ التأمين أو التعويض. طيب التأمين له خاصيتين أساسيتين. Insurance has two fundamental characteristics. إيه هما الخاصيتين الأساسيتين؟ Transferring or shifting risk from one individual to a group. Sharing losses on some equitable basis by all members of the group. يبقى التأمين له خاصيتين أساسيتين. أول خاصية وهي نقل الخطأ من الفرد إلى المجموعة. تاني خاصية المشاركة في الخسائر على أسس عادلة بواسطة كل أعضاء المجموعة. Transferring or shifting ده نقل from one individual من الفرد to a group المجموعة. Sharing losses يعني المشاركة في الخسارة على أسس عادلة on some equitable basis. المشاركة في الخسائر بواسطة مين؟ بواسطة all members كل الأعضاء of the group المجموعة. طيب from an individual point of view, insurance is an economic device whereby the individual substitutes a small certain cost اللي هو البريميوم for a large uncertain financial loss لذا contingency insured against that would exist if it were not for insurance. بنعرف التأمين من وجهة نظر الفرد، فبنقول التأمين هو وسيلة اقتصادية حيث يستبدل الفرد تكلفة صغيرة اللي هي القسط بخسارة مالية غير متوقعة كبيرة.
على أساس احتمال الخطأ المغطى في الوثيقة، والذي قد توجد إذا لم يوجد التأمين. يبقى احنا عندنا individual point of view، وجهة نظر الفرد، insurance تأمين، economic device وسيلة اقتصادية، whereby حيث الفرد individual يستبدل substitutes a small certain cost، خسارة صغيرة مؤكدة، البريميوم اللي هو القسط، ب خسارة مالية غير متوقعة كبيرة اللي هي large uncertain financial loss، the contingency insured against اللي هو الخطر المغطى، والتي قد توجد اللي هي الفاينانشال لوس دي، التي قد توجد إذا لم يوجد تأمين. طيب by a combining a sufficiently large number of homogeneous exposure units, the insurer is able to make prediction for a group as a whole. This accomplished through the theory of probability, the law of large numbers, which in simplest form states that the observed frequency of an event more nearly approaches the underlying probability of the population as the number of trials approaches infinity. يبقى ايه معنى الكلام ده؟ بتجميع اكبر عدد ممكن كافي من الوحدات المعرضة للخطأ المتجانسة يمكن لشركة التأمين، جعل التنبؤات او تعمل تنبؤات للمجموعة ككل، مش هتتنبأ بخطأ كل واحد على حدة، لا ده تتنبأ بمجموع الخسائر ككل. هذا يتم من خلال نظرية الاحتمالات، قانون الأعداد الكبيرة، والذي يوضح أنه كلما زادت عدد الوحدات المعرضة للخطأ المتجانسة واقتربت إلى ما لا نهاية، كلما كان التنبؤ بالاحتمال يقترب من الفعلي للإيه؟ للمجتمع ككل. يبقى إيه؟ by combining sufficiently large numbers of homogeneous exposure units، بتجميع أكبر عدد من الوحدات المعرضة للخطأ المتجانس، homogeneous متجانس، insurer اللي هو المؤمن لشركة التأمين able to يمكنها make predictions، عمل تنبؤات للمجموعة ككل. هذا يتم من خلال accomplish، تتم من خلال اللي هي نظرية الاحتمالات، قانون الأعداد الكبيرة اللي هو the law of large numbers، والذي يوضح states يوضح أن اللي بين بقى الكوتيشن دول اللي هما الفصلتين دول فوق وتحت عبارة عن إيه؟ the observed frequency of an event more nearly approaches the underlying probability of the population، التكرار الملاحظ للحدث يقترب من الاحتمالات المتوقعة للمجتمع، امتى بقى؟ as the number of trials approaches infinity، كلما زادت عدد التجارب تقترب من ما لا نهاية. اللي هو تاني بشكل أوضح، إن كلما زادت عدد الوحدات المعرضة للخطأ والمتجانسة، كلما اقترب النتائج الفعلية من النتائج المتوقعة. النتائج دي ليه؟ احتمال وحجم الخسارة المتوقعة، واللي على أساسهم شركة التأمين حسب أقساط التأمين. طيب تعريف التأمين بقى من وجهة نظر المجتمع، from the social point of view, insurance is an economic device for reducing and eliminating risk. So the process of combining a sufficient number of homogeneous exposure into a group to make the losses predictable
for the group as a whole. فبنقول إن إحنا عندنا من وجهة نظر المجتمع التأمين اللي هو الانشورنس وسيلة اقتصادية economic device لتقليل ومنع الخطر reducing and eliminating risk من خلال so the process of combining عملية دمج a sufficient number of homogeneous exposure عدد كافي من الوحدات المعرضة للخطر المتجانسة في المجموعة into a group لجعل الخسائر to make the losses ممكن التنبؤ بيها predictable for the group as a whole للمجموعة ككل. يعني احنا مش هنقدر نتنبأ بحجم الخسارة واحتمال الخسارة لكل فرد كل مؤمن له، لا بنتنبأ بحجم الخسائر المتوقعة ككل للمجموعة ككل. طيب ايه هي عناصر الخطأ القابل للتأمين او شروط الخطأ القابل للتأمين elements of an insurable risk؟ واحد there must be a sufficiently large number of homogeneous exposure units to make losses reasonably predictable. يجب أن يتوافر عدد كبير كافي من الوحدات المعرضة للخطأ المتجانسة لجعل الخسائر ممكن التنبؤ بها. Insurance, as we have seen, التأمين is based on the operation of the law of large numbers. التأمين قائم على عملية أو قانون الأعداد الكبيرة. A large number of exposure units enhances the operation of an insurance plan by making estimates of future losses more accurate. بتجميع عدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر ده بيدعم عملية خطة التأمين لجعل التقديرات للخسائر المستقبلية أكثر دقة. عندنا sufficiently كافي large number عدد كبير homogeneous exposure units وحدات معرضة للخطر متجانسة جعل الخسائر ممكن التنبؤ بها make losses reasonably predictable. التأمين يعتمد على is based on the operation عملية of law of large numbers قانون الأعداد الكبيرة. A large number of exposure units العدد الكبير من الوحدات المعرضة للخطأ enhances يدعم the operation عملية of an insurance plan خطة التأمين بجعل التنبؤ بالخسائر المستقبلية دقيق making estimates للتقديرات future losses الخسائر المستقبلية more accurate أكثر دقة. تاني حاجة the loss produced by the risk must be definite and measurable. الخسارة المنتجة بواسطة الخطأ يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس. يعني الخسارة اللي هتنتج نتيجة الخطأ دي لازم نقدر نحددها من حيث الوقت والمكان والقيمة والسبب وتكون قابلة للقياس، ما تكونش خسارة معنوية. تالت حاجة the loss must be fortuitous or accidental. The loss must be the result of contingency. That is, it must be something that may or may not happen. Control of the insured. The law of large numbers is useful in making prediction only if we can reasonably assume that future occurrence will approximate past experience. الشرط الثالث من شروط الخطأ قابل التأمين إن الخسارة يجب أن تكون احتمالية. وقوعها احتمالي، ما يكونش متعمد من جانب المؤمن له. The loss الخسارة must be يجب أن تكون نتيجة احتمال أو حادث عارض contingency result of نتيجة contingency حادث عارض. That is بمعنى it must be something يجب أن تكون شيء قد يحدث أو لا يحدث. Out of the control of the insured بعيدا عن
سيطرة أو تعمد المؤمن له. The law of large numbers، قانون الأعداد الكبيرة، is useful، مفيد، in making prediction، لجعل التنبؤات only فقط بتكون التنبؤ بالخسائر المستقبلية بيكون دقيق إذا افترضنا assume افترضنا إن حدوث الخسائر في المستقبل الـ future occurrence سيكون قريب من الخبرة الماضية اللي هي الـ past experience. الشرط الرابع the loss mustn't be catastrophic، يجب ألا تكون الخسارة كارثية. It must be unlikely to produce loss to a very large percentage of the exposure units at the same time. يبقى يجب ألا تكون الخسارة كارثية. يعني إيه الكلام ده؟ يجب ألا تنتج خسارة لنسبة كبيرة من الوحدات المعرضة للخطر في نفس الوقت. يعني الخسارة اللي إحنا قابلناها أو الخطر اللي إحنا قابلناه ما ينفعش يكون أخطاء تكون قريبة جدا كلها من بعضها من حيث الوقت والمكان وكده هوت، فلما تحصل ينتج عنها كوارث ممكن تؤدي إلى إن شركة التأمين هتفلس. هتدفع لمين ولا لمين؟ فرأس مالها واحتياطاتها ممكن تخلص في الخسائر دهيت اللي هي الخسائر الكوارثية. رقم 5 economic visibility، الجدوى الاقتصادية. Sometimes أحيانا an additional attribute is listed as a requirement of an insurable risk. That is the cost of the insurance mustn't be high in relation to the possible loss or that the insurance must be economically visible. يعني ايه الكلام ده؟ الجدوى الاقتصادية معناها ان كمتطلب أساسي من متطلبات الخطر القابل للتأمين يجب أن تكون تكلفة التأمين ألا تكون كبيرة بالمقارنة بالخسائر المتوقعة. لذلك يجب أن يكون التأمين ذو جدوى اقتصادية. فإحنا عندنا requirement متطلب insurable loss الخطر القابل للتأمين، cost of insurance تكلفة التأمين اللي هي القسط mustn't be high يجب ألا تكون عالية in relation to بالمقارنة ب possible loss اللي هي الخسارة المتوقعة. بمعنى إيه؟ إن التأمين الـ insurance must be يجب أن يكون economically visible ذو جدوى اقتصادية. طيب الـ self insurance بقى اللي هو التأمين الذاتي. Such programs must possess the following characteristic، هذه البرامج يجب أن تملك الخصائص التالية. برامج التأمين الذاتي يجب أن تتضمن الخصائص التالية. أول خاصية the organization should be big enough to permit the combination of sufficiently large number of exposure units so as to make losses predictable. يجب أن تكون المنشأة كبيرة بحيث تسمح بتجميع أكبر عدد من الوحدات المعرضة للخطر لجعل الخسائر ممكن التنبؤ بها. The plan must be financially dependable. In most cases, this will require the accumulation of funds to meet losses that occur with a sufficient accumulation of safeguards against unexpected deviation from predicted losses. بيقول إن الخطة يجب أن تكون ممولة ذاتيًا. يعني إيه؟ يعني الشركة تكون احتياطي وتستثمره في استثمار قصير الأجل بحيث إنها تقابل بيه الخسائر أول بأول. فبنقول in most cases في كثير من الحالات this will require هذا يتطلب accumulation of funds تجميع الأموال to meet losses that occur لمقابلة الخسائر التي ستحدث. بتجميع الأموال دهيت with sufficient accumulation بالتجميع الكافي للأموال safeguard دهيت ضد الانحراف الغير متوقع unexpected deviation from predicted losses عن الخسائر المتوقعة.
The individual units exposed to loss must be distributed geographically in such a manner as to prevent a catastrophic. فبنقول يجب أن تكون الوحدات المعرضة للخطر موزعة جغرافيًا بالطريقة اللي نمنع بيها حدوث كارثة، يعني عدد كبير من الوحدات يحصل لها الخطأ في نفس الوقت. The individual units الوحدات الفردية exposed to loss المعرضة للخطأ أو الخسارة يجب أن تكون موزعة جغرافيًا distributed geographically in such manner بالطريقة as to prevent catastrophe لمنع الإيه؟ الكوارث. The fields of insurance مجالات التأمين أو أنواع التأمين. التأمين يا إما بيكون private يا social، يا إما بيكون تأمينات خاصة يا إما بيكون social تأمين اجتماعي. Private insurance consists for the most part of voluntary insurance programs available to individual as a means of protection against the possibility of loss. بنقول التأمين الخاص بيتكون من التأمينات الخاصة الاختيارية voluntary، برامج التأمين الاختياري available المتاح للأفراد individual كوسيلة للحماية من الخسائر المتوقعة أو الممكنة، as a means كوسيلة الحماية protection ضد against the possibility of loss إمكانية وقوع خسارة. أما بقى ال social insurance اللي هو التأمين الاجتماعي on the other hand على الجانب الآخر is compulsory insurance، يبقى التأمينات الخاصة voluntary، أما ال social insurance compulsory insurance يعني إجباري usually operated by the government whose benefits are determined by law and in which the primary emphasis is on social adequacy. In general, the benefits under social insurance programs attempts to redistribute income based on some notion of social adequacy. فبنقول التأمينات الاجتماعية على الوجه الآخر تأمينات إجبارية compulsory insurance usually operated بتدور دايما by the government اللي هي الحكومة، واللي مزاياها benefits بتحدد بالقانون determined by law. والتركيز الأساسي أو الاهتمام الأساسي primary emphasis بيكون على العدالة الاجتماعية social adequacy. بصفة عامة in general المزايا benefits under social insurance programs ببرامج التأمينات الاجتماعية التامة تحاول to redistribute إعادة توزيع income الدخل based on بالاعتماد على حاجة كبيرة كده اسمها ايه؟ social adequacy العدالة الاجتماعية. نيجي نقول ال voluntary أو ال private insurance ده ايه هي ال categories بتاعتها، ايه التصنيفات بتاعتها. ال private insurance may be classified into three broad categories، ايه هما؟ life insurance, health insurance, property and liability insurance. بنقسم التأمينات الخاصة الاختيارية إلى ثلاث أنواع أساسية: تأمينات حياة life insurance، تأمينات صحية health insurance، تأمينات عامة property and liability insurance. حنا هوت في الفصل ده هقول لكم الأول الكي تيرمز وبعد كده نقول الأسئلة، وزي ما قلت لكم الأسئلة لن تخرج عن الأسئلة الموجودة دهيت أو أي أسئلة أنا قلتها في وسط الكلام دلوقتي وأنا بشرح، زي التأمين الاجتماعي ده كومبلسري، والتأمين اللي هو البرايفت اللي هو الخاص ده فولنتاري اختياري، ماشي كده؟ طيب من وجهة نظر الفرد فيو بوينت أوف إنديفيدوال، التجميع بولينج، وجهة نظر المجتمع viewpoint of society، عناصر الخطأ القابل للتأمين
elements of an insurable risk اللي هي نفسها زي ما قلت لكم شروط الخطر القابل للتأمين. self insurance التأمين الذاتي. فروع التأمين fields of insurance طبيعة الوظائف nature and function اقتسام الخسارة loss sharing نقل الخطأ risk transfer عادي fortuitous احتمالي accidental متجانسة homogeneous محددة وقابلة للقياس definite and measurable جدوى اقتصادية economic visibility تأمين خاص تجاري private voluntary insurance تأمين اجتماعي social insurance إجباري compulsory الحكومة government العدالة الاجتماعية social adequacy التأمين البحري marine insurance الخسائر المستقبلية future losses الخبرة الماضية past experience يشجع encourage improve prediction يحسن التنبؤ unexpected غير متوقع القيمة الاقتصادية economic value تعويض المتضرر compensation of victim المتضرر ده اسمه ايه victim all in whole or in part كليا او جزئيا اصلاح او استبدال repair or replacement يتضمن implies المجموعة ككل entire group نتائج فعلية actual results نتائج متوقعة expected results عدد لا نهائي من الوحدات المعرضة للخطر infinite number of exposure السبب cause نسبة كبيرة large proportion تحدث لها خسارة incur losses تخفيض غير مرغوب undesired reduction نيجي بقى لإيه للأسئلة بتاعتنا بنقول عندنا احنا قلنا الأسئلة نوعين يا إما صح وغلط يا إما اختار فالصح وغلط indicate whether each of the following statement is true or false حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية قلنا صحيح true وخطأ false insurance is a sharing of risk and the transfer of loss خطأ false ليه؟ لأن insurance is the transfer of risk and sharing of loss شفتوا لو انت مش واخد بالك وقريت بسرعة هتقول العبارة صح لا العبارة غلط رقم اتنين because prediction for future losses is based on past experience loss must be accidental العبارة دي صح لأن هي بتقول ايه؟ لأن التنبؤ بالخسائر المستقبلية بيعتمد على الخبرة الماضية فالخسارة يجب أن تكون احتمالية العبارة دي صح Pooling is used by insurers in order to encourage self-insurance بذمتكم Pooling بيستخدم بواسطة شركات التأمين عشان يشجع التأمين الذاتي ولا عشان يحسن التنبؤ؟ عشان يحسن التنبؤ Improve predict of loss صح؟ يبقى العبارة دي خطأ بولينج ده اللي هو التجميع يشجع التأمين الذاتي encourage self insurance طيب probability is a measure when an event will occur ده برضه عبارة غلط الاحتمال ما هوش مقياس لوقت وقوع الحدث لا رقم خمسة because of large numbers law of large numbers losses to be insured must be definite in time, place and amount. نتيجة لقانون الأعداد الكبيرة الخسائر يجب أن الخسائر اللي احنا نقدر نأمن منها يجب أن تكون محددة من حيث الوقت والمكان والقيمة غلط ده نتيجة إيه؟ الخسائر لازم تكون محددة من حيث الوقت والمكان والقيمة نتيجة إن الخطأ ده لازم يكون أو بسبب إن الخطأ لازم يكون قابل للتأمين يبقى العبارة دي برضه فولس خطأ رقم ستة self insurance is the same as insurance بذمتكم التأمين الذاتي هو نفسه التأمين؟ لا يبقى العبارة دي غلط رقم سبعة insurance reduces risk by reducing the probability of occurrence of losses التأمين يقلل الخطر بتقليل احتمال وقوع الخسائر العبارة دي صح ولا غلط؟ طبعا غلط التأمين بيقلل الخطر على أساس إن هو بنقدر نتنبأ
بالخصاة المستقبلية للمجموعة ككل بشكل دقيق. رقم 8 Self Insurance System is the ideal solution in meeting risk for a new company with limited number of exposure units. طبعا دي عبارة خطأ، لأن السيلف انشورنس بيحتاج large number of exposure units، يبقى العبارة دي خطأ. بتقول نظام التأمين الذاتي هو الحل الأمثل، ideal solution، الحل الأمثل لمقابلة الخطأ في الشركات الجديدة اللي عندها عدد قليل من وحدات معرضة للخطر. طبعا دي عبارة خطأ. السؤال بتاع كومبليت ده، ها بنكتب زي كومبليت كده وبعدين بنحط تين تحت، اللي هي بدل النقط دي نحط الاختيارات اللي هتحط فيها النقط ديت. فبنقول ايه؟ إذا periodical payments of equal size payable over a period of years. إيه هي المدفوعات الدورية المتساوية القيمة والتي تدفع على مدى فترة من السنوات؟ طبعا دي الدفعات annuities annuity IES. option allows the insured to buy some type of cash value insurance without proving insurability. ايه هو الاختيار اللي بيمكن المؤمن له انه يشتري نوع من التأمين له قيمة نقدية بدون ان يخضع للكشف الطبي من جديد، اللي هي convertible option. convertible CONVERTABLE. policy provides the payment of the sum insured at the death of the insured person anytime death may occur. ده whole life insurance أو whole life policy، التأمين مدى الحياة. whole WHOLE life LIFE policy provides يضمن payment دفع مبلغ التأمين sum insured as the death of the insured person عند وفاة المؤمن له anytime this may occur، في أي وقت تحدث فيها الوفاة. رقم 4 it is a life insurance policy، وثيقة تأمين where the annual premium is paid for life. دي اللي هي ordinary life insurance، وثيقة التأمين مدى الحياة العادية. ordinary ORDINARY life life e insurance، عارفين insurance INSURANCE. رقم 5 offers insurance protection for a fixed period of time، اللي هو مين؟ term insurance، تأمين مؤقت. تأمين مؤقت يمنح offer يمنح insurance protection، حماية تأمينية لفترة محدودة من الوقت، fixed period of time. رقم 6 is considered as term insurance plus pure endowment، اللي هو التأمين الايه المختلط endowment insurance ENDOWMENT. endowment is considered تعتبر term insurance، تأمين مؤقت plus زائد pure endowment، وقفية بحتة. رقم 7 نقط policies provide protection against the financial problem associated with premature death. هي الوثائق اللي بتدي حماية تأمينية من الخسائر المالية المرتبطة بالوفاة المبكرة، term insurance. يبقى term policies TERM. term insurance policy shouldn't be used when the need for life insurance is permanent. التأمين المؤقت، وثيقة التأمين المؤقت، يجب ألا تستخدم عندما تكون الحاجة للحماية التأمينية permanent، يعني مستمرة. permanent PERMANENT. The whole life insurance premiums are not than term insurance premiums. أقساط تأمينات التأمين مدى الحياة بيكون أكبر، أكبر يعني greater GREATER than term insurance premiums، أقساط التأمين المؤقت. رقم 10 the level premium method of paying for
هو اللايف انشورنس بيديوسز سيفنج كولد الاحتياطيات. لا النقطة دي شيلوها مش عليكم، ما اخدتوهاش. ليفل بريميوم هول لايف انشورنس بوليسيز ريكواير انشورد تو باي ذا سيم بريميوم از لونج از ذي ليف. بنقول ان التأمين مدى الحياة بالأقساط المتساوية بيتطلب من المؤمن له انه يدفع نفس القسط طالما كان عايش، as long as they live ال IVA. رقم 12 not policies allow the insured to continue the coverage up to a specified age regardless of the status of the insured health. هي الوثائق اللي بتسمح للمؤمن له ان هو يستمر في الحمايه لسن معين بغض النظر عن حالته الصحيه. ده اللي هو ايه؟ اللي هو شرط التجديد renewable term insurance. renewable term insurance renewable R-E-N-E-W-A-B-L-E term T-E-R-M insurance I-N-S-U-R-A-N-C-E. اخر نقطه عندنا آخر نقطة عندنا رقم 13 policies allow the insured the option of converting the policy to a whole life policy. ده اللي هو شرط التحويل convertible term insurance convertible C-O-N-V-R-T-A-B-L-E term T-R-M policies allow بتسمح للمؤمن له اللي هو insured the option اختيار in converting the policy تحويل الوثيقة إلى whole life policy تأمين مدى الحياة. وكده تبقى خلصت المحاضرات بتاعتي، وزي ما قلت لكم أنا أتمنى لكم كلكم إن أنتوا ربنا يوفقكم وتنجحوا كلكم. كل اللي هتعملوه هتقروا المحاضرات، هتحفظوا الكلمات اللي هي الكي تيرمز، هتحلوا الأسئلة، ولو في عندكم في المحاضرات اللي أنا مصوراها دي أسئلة مش محلولة الحل بتاعها موجود في الكتاب في التطبيقات في الآخر. فياريت لو سمحتوا تذاكروا وتحفظوا الكلمات، المذاكرة مجرد القراية بس، وتحفظوا الكلمات خلاص هتقدروا تحلوا أي سؤال من الأسئلة اللي إحنا قلناها. وزي ما قلت لكم الأسئلة محلولة في التطبيقات في نهاية الكتاب. وشكرا.